الحوثيون يصدرون أوامر قبض بحق نجد الرئيس الراحل أحمد علي صالح وضباط آخرين في الحرس الجمهوري. تفاصيل صادمة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. أصدرت النيابة العامة بمحافظة صنعاء أوامر بالقبض على عدد من ضباط الحرس الجمهوري سابقا بتهمة نهب أراضي المواطنين في بني مطر وقتل أحد أعيان المنطقة. وأظهرت مذكرة شكوى مرفوعة من النيابة العامة بمحافظة صنعاء إلى مدير أمن محافظة صنعاء، والتي تضمنت عدم قيام الأجهزة الأمنية بضبط عدد من ضباط الحرس الجمهوري بعد ارتكابهم جريمة قتل الشيخ جمال علي أحمد القرماني ونهب أراض تابعة للمواطنين في منطقة قرمان بمحافظة صنعاء غرب العاصمة. وتضمنت المذكرة أسماء 12 شخصا من كبار ضباط الحرس الجمهوري سابقا، وهم أحمد علي عبد الله صالح نجد الرئيس السابق وقائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وأبو بكر الغزالي، محمد عز الدين وصادق دويد، وأحمد معيد، وعبد الوهاب القفري، وعبد القوي شجين، ومحمد حمود الرهمي، وعبد الله البزاغي، ومهدي حنظل، وعبد الله وثاب، وعبد الله القادري. وطالب التوجيه الحوثي مدير أمن محافظة صنعاء بالتخاطب مع وزير الداخلية لضبطهم وأحضارهم إلى النيابة ليتسنى لها إكمال الإجراءات القانونية. هذا ويتهم القرماني قوات الحرس الجمهوري بعملية قتل أحد أبناء المنطقة ونهب أراض تابعة للمواطنين، بالإضافة إلى قطع الطرقات وحرق البيوت عام 2012.